اهلين وسهلين. اهلا وسهلا هسه. وين الاوراق؟ جوا بالسيارة، اركب، في شغلات تانية بدي ورجيك اياها. ماشي. وين الاوراق هسه؟ انت شو عم تساوي؟ هزال على مهلك. انت جنيتي؟ ايه جنيت. كيف يعني جنيتي؟ لك انتبهي، حط حزامك. على مهلك شو عم تساوي؟ انت ليش هيك عم تسوقي؟ شوفي، اهدي ورجعي لوعيك بلا جنان. قبل ما تفهمني كيف تخليت عني بهالسهولة، ما رح انزل من هالسيارة. لك حاجتك جنان هزال شبك. لك انتبهي هزال، ديري بالك. انت ليش عم تسوقي السيارة بهالجنان؟ شوفي، تركنا من سواقة السيارة وجاوبني على سؤالي. اي سؤال؟ انا ما فهمت شو عم تقولي هزال. لهلأ ما فهمت؟ معناتها افتح عدانك واسمعني. لك انت كيف بتتخلى عني بهالسهولة؟ بكل مرة جاوبني لشوف. كيف عم بتخلى عنك؟ شو خطر عبالك هالموضوع؟ ولسه عم يقول شو خطر عبالي. يا ريت تفكر شوي، بلكي بتعرف شو السبب. لك مو انت شجعته لبهادير مشان يجي يحكي معي؟ لهالدرجة أنا ما إلي قيمة عندك؟ شلون بتشجعه يجي يحكي معي؟ لك الشاب إجا وسألني عنك عزبة، أو في حدا بحياتك؟ شو بدي أقول له يعني؟ بتقول له لا تفكر بهازال. طيب ليش؟ وليش يعني؟ لأنه بقلبي وعقلي ما في غير شخص واحد، وبعرف إنه مستحيل يكون معه، بس أنا ما بدي حدا تاني بحياتي. هازال خلص اهدي، وقفي السيارة بشي مكان لنقعد ونحكي شوي. يلا. صار مثل ما بدك، اجينا وقعدنا. يلا احكي لشوف. شو بدك تسمعي هذا؟ باليوم اللي تزوجتي فيه فورال انقطعت أنفاسي وكأني متت وصرت نص إنسان، بس أنا تعلمت شيء. وشو تعلمت؟ يلي بيروح ما بيرجع. مو دائماً اللي بيروح بيكون بيرضى، بس بيحكي بيعطي توضيح. أنا ما تخليت عن علاقتنا، أنت اللي تخليتي، لهالسبب ما لازم تتأثري بكلامي، فهمتي؟ وصدقيني هزال، أنا ما بدي غير سعادتك وبس. أنت ما بدك تفهم مو هيك؟ سعادتي ما بتتحقق غير لما بكون جنبك، بس بعرف انه ما رح يصير هالشي. شو بدي اقول هذا؟ شو عم تستني مني قول؟ ها؟ بالرغم من الاوجاع وخيبات الامل يلي خليتيني عيشها، وبالرغم من انك تركتيني لتتزوجي رجال غني، بدك يعني اهتم بكلامي مشان ما تزعلي؟ معقول؟ كينان استني، لسه ما خلصت. قلتلك انا ما تخليت عنك، انتي تخليتي، انتي اللي تركتيني لحالي ودرتي ظهرك ورحتي هزال، وبالرغم من كل هالشي لساتني بحبك بجنون. لسه شو بدك مني هزال؟ مو تأخرتي لتفهمي انه ما رح تكوني مبسوطة من دوني؟ لهيك اتطلقتي من فورال؟ لو سمحت بلا هالحكي كنان، لانه انت بهالطريقة عم تجرح لي قلبي. احكي لي لك. انا اساسا ما كان بدي اتزوج فورال، لاني كنت حبك دائما. طيب ليش؟ اه شو صار لحتى البنت اللي بحبها تركتني فجأة؟ بالبداية لازم تعرف أنا بحياتي ما خنتك كنان أبدا، وحتى لما كنت متزوجة. شو اللي عم تقولي هذا؟ فوران لعب علي لعبة لأني بشبه زوجته السابقة، أغمى علي بالقارب، ولما فتحت عيوني كان جنبي، وكتير خجلت وقتها. ليكون هداك الحقير، وأنا هيك كنت مفكرة. وبعدين لما رحت لعند الدكتورة عرفت إنه ما سوى لي شيء، ولما كنت مفكرة إنه اغتصبني ما كان فيني روح لعندك. خليل وإبرو لعبوا علي، كنت لحالي، كنت عاجزة، فكرت إنه فورال اغتصبني، كنت كرهانة حالي وكان بدي إياك تكرهني كمان. ما فيني أنساك أبداً، بس كنت بتمنى تنساني. الشيطان عم يقلي روح
وضل اضربه للواطي فورال وكسر له عظامه ليدفع ثمن وساخته هي. لا اصحك كنان، وعدني انك ما رح تقرب من فورال والا كثير رح اتضايق. ماشي انا بوحدك. ماشي وعد. طيب ليش ما خبرتيني طول هالوقت؟ مفكرني كنت مبسوطة لما كنت عم عاني من هالأوجاع؟ بس كان بقيمتك مبسوطة. ليش خبيتي عني هيك شي؟ ها؟ طالما بدك تتزوجي فورال غصبا عنك كان فيك تخبريني. معقولة هلأ أعرف؟ بس لأنك خفتي من واحد مجنون تدمرت كل سعادتنا ومستقبلنا هزال. لا تقول هالكلام، أساساً أنا مقهورة. الحقير خليلي اللي كنت مفكرته أبي وإبرو كمان شوشولي عقلي لحتى لقيت حالي متزوجة فورال. كان كابوس، بس صدقني أنا ما خنتك كينان. وحتى لما كنت متزوجة دائما كنت فكر إنه رح يجي يوم وينتهي هالكابوس، وفكرة إني رح اجتمع فيك هي اللي كانت تخليني قوية. صحيح فورال لعب علي لعبة وقنعني بالزواج، بس حطيت عليه شرط لأقبل إنه ما يلمسني. تفضلوا، صحتين وهنا. شكرا لك. شايفين يا رجال هالمرة الحلوة هي؟ صاحبة هالمطعم الرائع وكل الأكلات الطيبة اللي رح تاكلوها من إيديها هي. تفضلوا قعدوا على الطاولة. دايا وينها زال؟ ما عم شوفها هي بالمطبخ شي؟ مانا هون وما رح تجي. كيف مانا هون؟ وينها هي؟ وين ما كانت تكون، صبية بتكون بمشوار مع رفقاتها. بعدين انت شو إلك علاقة فيها فورال؟ إلي علاقة فيها طبعا، انت إمّا وإلك علاقة أكبر. طلع فيني، اصحك تعمل شي ولا ترفع صوتك أبدا وإلا بقلعك من هون، فهمت؟ هلأ فوت وكل مثل البشر. كيف صار فينا هيك يا هزال؟ كيف؟ ما بعرف، أحياناً القدر ما بيخلي العشاء يجتمعوا مع بعض. مو صحيح. كيف يعني؟ أنا تخلصت من فورال بس أنت متزوج أرماك، ما رح تزبط وما رح نجتمع أبداً. يمكن اليوم اللي تحدينا فيه القدر هو هذا اليوم. شو قصدك تقول؟ أنا وأرماك رح نتطلق. ليش؟ لأنه عشقنا ما كان حقيقي. صحيح حبيت أرماك وبحبها بس حب مختلف، وهي فهمت هالشي مع الوقت، ولأنه عندها كبرياء ما حبت أنه تستمر بهالزواج أبدا. أرماك إنسانة منيحة، أنا ما بتمنى تزعل. صح، وأنا هيك بقول. إن شاء الله تتعافى من مرضها بأقرب وقت. كينان، لما كنت جنب أرماك بمرضها أنا كتير قدرتك. صحيح كنت أتوجع لما أشوفكن مع بعض، بس كنت دايماً أقول هذا الرجال اللي بحبه. كنتي بتعرفي؟ إنك ما بتعشق أرماك طبعاً كنت بعرف، وكنت دايماً أقول لحالي يا ترى رح تسامحني شي يوم. مضيت، كل شي مضى. كينان عن جد كل شي مضى؟ طيب أرماك ايمت قالت لك بدها تطلق؟ قبل يومين. يعني لما حكيت مع بهادير كنتوا بدكم تطلقوا؟ ايه شو فيها؟ مع انك بتعرف انه أرماك بدها تطلق منك، انت شجعت بهادير لا يحكي معي.
عينك يا هزال، مع مين انت؟ وشو رح يصير؟ يعني بعد طلاقك من أرمك؟ وشو رح يصير؟ ما بدي يتأذى حدا، وبدي يصير الشي اللي ممكن يفرح الكل. مينها؟ فورال. شو بده؟ ما بعرف، رح يضل يتصل، لازم رد. نعم فورال. هزال وين انت؟ كتير قلقت عليكي. وليش لا تقلق علي؟ ما كنتي بالمطعم يا مرتي، فأنا آسف لأني قلت لك مرتي، وأمك ما بتعرف وين كنتي. وين ما كنت كون، شو دخلك انت؟ حاجة اعترفي، أكيد بيعجبك أني ضل أتصل فيكي وأهتم فيكي. ما شو يلي عم تخبصه فورال؟ ليش لا تعجبني؟ أنت مجنون؟ خلاص تركينا من هذا الحكي هلأ. وين أنت ومين جنبك؟ أنت ما إلك علاقة فورال بيك. إذا بتفكر مرة تانية أنك تضايق لهازال وقتها، أنا رح حاسبك بإيدي، فهمت؟ اتطلقت من أختي اللي مثل الوردة، وبدل ما تقعد وتبكي رح ترميت حالك بحضن هازال، ما؟ بس أنا فرجيكم، رح حاسبكم كلكم. القصة ما رح تنتهي لحتى أنا أقول انتهيت. رح فرجيكم مين فورال. رح حاسبكم كلكم، رح حاسبكم. ميلوش، عطيني البصل اللي قطعتيه. يلا تفضلي. حطيتي ملح للسلطة؟ حطيت، وحطيت مكعب سكر كمان. ليش؟ لتكون حلوة يا بنت. سلطة وحلوة؟ شوفي روحي، ما في مانع أبداً من إنه تكون السلطة حلوة شوي. فكري بهالشي، مثل المرة الغنجة ولسانها بيكون حلو هي المحبوبة، والسلطة هيك كمان. ايه حبيبتي، لحلحي لك شوي، شوفيني كيف أنا وتعلمي. أنا مرة بخلي الأخرس يحكي بإذن الله. شيلك من هالكلام هلأ وخلينا نكمل طبخ. ست هازال خير إن شاء الله، شايفة كتير في عندك رغبة بتحضير الأكل، وكأنه جايين خطابة. شو علاقة هاد؟ أنا حابة اليوم حضر الأكل. حاجتك فهماني عليكي، أنا لما عرض علي كمال الزواج مسحت كل شبابيك البيت، وحسن كمان لما أجا طلبني عزلت البيت كله، وحتى من كتر الفرحة عزلت قدام البيت كمان. يعني ما بيكون أنا اسمي ميلوش، ها؟ رح أكتبها هون إنه أنت فيكي شي. بس يلا إن شاء الله يكون على خير. صحتك أخي، والله منيح إنك جيت. والله يا أخي ما كنت قدران أرجع لطبيعتي قبل ما أخلص من حزني بإني أشرب. خير شو صاير؟ ما في شي، شو بده يصير؟ شو صار؟ قلت بدك تحكي مع هازال، حكيتها شي؟ والله رحت لعند هالبنت أخي وقعدت قدامها هيك وقلت لها كذا، ايه فهمتني بطريقة حلوة إنه هالشي مو ممكن. طيب ليش؟ يعني يا لأنه البنت اتطلقت جديد فما بدها تتورط بقصة جديدة، أو بتكون فتحت قلبها لحب قديم وعيونها ما عم بتشوف حدا غيره، ما بعرف. الله الله، عن جد؟ يعني على القليلة حسيتها ما اهتمت لي أبدا. بالمناسبة لما عرفت أني أخذت رقمة منك حسيتها اتضايقت، بعدين اتداركت الموضوع. كنان، الشيء اللي بدي اقول لك اياه هلا يمكن تحسه غريب، بس لا تواخذني، رح اتجرأ واسالك. يعني الوضع اللي بينك وبين هزال ممكن يكون في شيء اكثر من الصداقه؟ انا بحياتي ما خنتك كنا ابدا، وحتى لما كنت متزوجة دائماً كنت فكر إنه رح يجي يوم وينتهي هالكابوس، وفكرة إني رح اجتمع فيك هي اللي كانت تخليني قوية. صحيح فوران لعب علي لعبة وقنعني بالزواج، بس حطيت عليه شرط لأقبل إنه ما يلمسني. هازال ما خانتني أبداً، ما خانتني. استنت اليوم اللي رح نلتقي فيه. صباح الخير. صباحك بنتي. صباح نور يا حلوة.
شو هالحلاوة؟ مبينة رايقة اليوم. لأني نمت منيح كتير والطقس حلو وكلياتنا سوا، شو بدي كمان؟ كأني حاسس إنه في عندك سعادة مخباية. يا الله بابا، إن زعلت ما بيعجبكن وإن فرحت ما بيعجبكن، الله يسامحك. لا بنتي فهمتيني غلط، أنا ما كان قصدي هيك. اليوم في جواتي شعور عم يقلي رح يصير شي كتير حلو. يلا إن شاء الله خير. صحيح ما قدرنا نحكي، شو عملتي مبارح؟ مبارح تمشيت شوي، رحت عالشط وهيك، يعني غيرت جو شوي. يعني الهوى النظيف حسن نفسيتها زال، بما معنى فتحت الأقنية المسدودة وخزنت المعنويات. نحن رح نعمل حالنا صدقنا. شو في بهي العلبة يا ترى؟ آه يا ناس، آه قديشك أنت حلوة، يا ريتك ما طلعتي عن طوعي أبدا، يا ريت عملت يلي قلتلك عليه، بس هلأ ما عاد ينفع شي. تعرفي؟ انت بتشبهي هازال كتير، بالاخير هي بنت اخوكي، بس طبعا لازم ربيها ودفعها تمن يلي عملته يا عمتها. يعطيك العافية يا قبطان. أوه خال عزيز، شو هالمفاجأة الحلوة؟ أهلا وسهلا. أهلين فيك، كنت رايح على الشغل، قلت بمر عليك وبعدين بروح. تفضل خال، عم بعمل قهوة تشرب؟ لا شربت قهوة بالبيت، ما في داعي، اجيت لنحكي شوي. ايه كيف الحياة على هالقارب؟ امتى رح تطلع على البيت؟ أنا هون مرتاح خال، موضوع البيت لبعدين إن شاء الله. كيف الأوضاع مع أرماك؟ هي رح تجي المساء، رح تجيب شوية وراق مشان وقع عليها، رح تروح بكرة. عملت اللي قالته، شكلها مصممة كتير. هي الوحيدة اللي منيحة بهاي العيلة، قلبها أبيض مثل التلج. صح رح نتطلق، بس أنا محظوظ لأني تعرفت وحصلت على صديقة مثلها. معك حق، بس عالي ما عم يستوعب كيف بنت مثل هاي بتكون أخته لهالكلب فورال. ايه على سيرة فورال، امبارح الظهر راح المطعم لعند ملك. ايه شو ايه؟ كانت ملك رح تجن منه. شو عم تقول خال؟ شوف ابني، لازم تكون حذر كتير من هالحقير فورال، مو بس انت، كلياتنا لازم ننتبه منه، واحد مجنون. لا تحط ببالك خال، هو نافش حاله على الفاضي، أصلاً هذا من النوع إذا صار شي بيهرب وبيتخبى، لا تأكلها. بالأول خلينا نحل موضوع أختي، بعدين رح أعرف شو أتصرف معه. رح نحلها خال، لا تقلق، عن قريب رح نعرف. خليني أعمل لك قهوة. يلا عمين، عمين لشوف، طالما أصريت. بدون سكر ما؟ إيه بدون سكر. هازال بدي اقول لك شيء، بس خليكي هاديه ولا تعصبي ماشي. شوفي امي، طالما عم تقولي لا تعصبي معناتها في شيء. امبارح اجا فورال لهون، ولما ما شافك بعرف اتصل فيني. لا تدققي كثير عليه امي، هاد مريض. بنتي وانا هيك عم اقول كمان، انا ما قصدي على الموضوع جيته لهون او هيك شيء، بس انا خايفه من هالرجال، الواضح انه فكره طلاقكم لهلا ما عم يتقبلها.
شوفي، فورال مريض نفسي ومجنون بس مستحيل إنه يأذيني. لا تخافي وثقي فيني. أنتي عطتيني فلاشة قبل ما تتطلقي، قلتي لي إنه هي ضمانتك، شو في بقلبها؟ مو شي مهم. بالمناسبة أنا أخذتها من محل ما كانت، يكون بهالمك. أخي أحسان تعال. أهلا وسهلا. أهلين فيك، كيفك؟ منيح الحمد لله. داعي لك سيد كنان، الحمد لله بخير. تفضل عود. إيه هات لشوف، شو هو الشغل يلي عم تدور عليه؟ أنا بشتغل كل شيء سيد كنان، بشتغل ناطور أو موظف أمن أو شوفير إذا بدك كمان. طيب ماشي، فهمت عليك. رح أحكي مع الرجال المسؤول عن الميناء لشوف إذا بلاقي شغل مناسب لك، وبحكي مع أخي عزيز ليدبر لك شغل بالشركة. أنت لا تقلق، أكيد رح نلاقي لك شغل. الله يجزيك الخير سيد كنان. صح، السيد عزيز رح يدور لي على شغل بالشركة اللي فيها السيد فورال. إيه عندك شي مانع؟ لا. ليش حاسس إنه في شي عم تخبي عني؟ ما بعرف، هداك اليوم بالشركة شفتك اطلعت على فورال نظرة غريبة. بصراحة أنا بسبب السيد فورال خسرت شغلي اللي كان بالدير من زمان. شو عم تقول أخي؟ شغل شو اللي كنت عم تشتغله؟ كنت اشتغل ناطور للبيت اللي جنب بيت السيد فورال. أي هذا السيد فورال رجال عصبي كتير، كنت كل يوم المساء اسمع خناقه هو ومرته. معناتها أنت بتعرف ناس كمان؟ إيه الست ناز، هالست والله ما في منها، أكيد بعرفها. شوفوا على الصدفة كيف الله قدر واجتمعنا سوا، شو هالحظ؟ ايه احكي لي اخي، كيف خسرك شغلك؟ بليلة سمعت الست ناز عم تطلب المساعدة فانا رحت على بيته. شو عم تقول اخي، معقولة تكون مخربط؟ لا معقول خربط بهالشي، حتى السيد فورال كان عنده امه وقتها قلعتني من البيت وبعدين راحت لعند مديري وشكتني لإله وهيك خسرت شغلي بسببه. شو هالحكي، انت بتعرف مين بتكون ناز؟ لا ما بعرف. بتكون اخت الخال عزيز؟ عن جد؟ يا الله هالدنيا قدي صغيرة. طيب بلغ سلامي للست ناز، أكيد رح تتذكرني. لو بعرف وينها أكيد بوصلها سلامك، بس نحنا ما بنعرف وينها. كيف ما بتعرفوا وينها؟ ما فهمت. ونحنا كمان عم نحاول نفهم ونحل هالشي.